بركات كلنا عرفنا امبارح ان هو خد قرار بلغ بيه لجنه الكوره ان هو هيعتزل الكوره نهائيا، يا اما هيحترف وبيدور على عقد احتراف في الخليج. رافض كل محاولات النادي الاهلي اللي بذلوها معاه خلال الساعات الماضيه بتجديد عقده اللي بينتهي في نهايه الموسم الحالي. محمد بركات كان عنده مشكله مع لجنه الكره بالنادي الاهلي، لجنه الكره طلبت منه ان هو ما يشتغلش في الميديا، ما يعملش برامج زي اللي عملها برنامج بركات ملك الحركات. هو طبعا كان جاي له عرض من احدى القنوات الفضائيه، وعرفنا امبارح ان هو وقع العقد دوت، اتمسك بتقديم البرنامج، لكن مسؤول النادي الاهلي كانوا رافضين، كانوا بيحاولوا معاه ان هو يثني او يرجع عن الفكره ديت، ولكن اللاعب حسبها حسبه ثانيه خالص، حسب ان هو قرب من اعتزال الملاعب، وان المجال اللي قدامه هو مجال تقديم البرامج الرياضيه. فقال لهم زي ما كنتوش يعني متقبلين حته ان انا اجمع ما بين الملعب وما بين تقديم البرامج، يبقى انا عندي خلاص الموضوع يبقى انتهى، وان ما فيش قدامي غير الاعتزال. وكان قرار محمد بركات الاعتزال او الاحتراف في احدى الدوريات الاوروبيه الخارجيه. خلصناها يا عم، تعالى السنه